മജ്‌ലിസിന്റെ ഹുർമത്ത് ബഹുമാനം എല്ലാവരും പാലിക്കുക. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവർ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഐസിയിലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലും കിടന്ന് ശക്തമായ വേദന കടിച്ചിറക്കി ജീവിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പലർക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇജാബത്ത് കിട്ടും എന്നാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബഹുമാനം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ അനുയായികളായ ബദരീങ്ങളെ ഓരോ പേരിനും തർദിയത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين والأقطاب الأربعة والفقهاء والمفسرين والمحدثين رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومشايخ سلسلة القادرية والدفاعية والنقشبندية، وإلى حضرات جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا منهم إلى حضرة السيد القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
استغفر الله العظيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وسيدنا الأخنس بن خبيب رضي الله عنه وسيدنا الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه
وسيدنا أسعد بن يزيد رضي الله عنه، وسيدنا أنس بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا أنس رضي الله عنه، وسيدنا أنيس بن قتادة رضي الله عنه، وسيدنا أوس بن ثابت رضي الله عنه، وسيدنا أوس بن خولي رضي الله عنه، وسيدنا إياس بن أوس رضي الله عنه، وسيدنا إياس بن البكير رضي الله عنه، وسيدنا بجير بن أبي بجير رضي الله عنه، وسيدنا بحاس بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا البراء بن معرور رضي الله عنه، وسيدنا بسبسة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا بشر بن البراء رضي الله عنه، وسيدنا بشير بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، وسيدنا تميم مولى خراش رضي الله عنه، وسيدنا تميم مولى بني غنم بن سلم رضي الله عنه، وسيدنا تميم بن يعان رضي الله عنه، وسيدنا ثابت بن أرقم رضي الله عنه، وسيدنا ثابت بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا ثابت بن خالد رضي الله عنه، وسيدنا ثابت بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا ثابت بن هزال رضي الله عنه، وسيدنا ثعلبة بن حاتب رضي الله عنه، وسيدنا ثعلبة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا ثعلبة بن عنبة رضي الله عنه، وسيدنا ثقف بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله عنه، وسيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا جبار بن صخر رضي الله عنه، وسيدنا جبر بن عتيك رضي الله عنه، وسيدنا جبير بن إياس رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن أنس رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن أوس بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن أوس بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن حاطب رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن خزيمة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن خزمة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن أبي خزمة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن صمة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن عرفجة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن النعمان رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن سراقة رضي الله عنه، وسيدنا الحارث بن النعمان رضي الله عنه، وسيدنا حاتب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وسيدنا حاتب بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وسيدنا حبيب بن الأسود رضي الله عنه، وسيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه، وسيدنا حريث بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا الحسين بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا حمزة بن الحمي رضي الله عنه، وسيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وسيدنا خارجة بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا خالد بن بكير رضي الله عنه، وسيدنا خالد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خباء بن الأرت رضي الله عنه، وسيدنا خباء بن مولى عتبة رضي الله عنه، وسيدنا خبيب بن إساف رضي الله عنه، وسيدنا خداش بن قتادة رضي الله عنه، وسيدنا خراش بن صمة رضي الله عنه، وسيدنا خريم بن فاتك رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن سويد رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خليد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خليفة بن عدي رضي الله عنه، وسيدنا خنيس بن حذافة رضي الله عنه، وسيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه، وسيدنا خولي بن أبي خولي رضي الله عنه، وسيدنا ذكوان بن عبيد رضي الله عنه، وسيدنا ذي الشمالين بن عبد عمرو رضي الله عنه، وسيدنا راشد بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن عنجدة رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن مالك رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن يزيد رضي الله عنه، وسيدنا ربيع بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا الربيع بن إياس رضي الله عنه، وسيدنا ربيعة بن أكثم رضي الله عنه، وسيدنا رحيلة بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن السكن رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن لبيد رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن المزين رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن بديعة رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا سالم بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا سالم بن مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وسيدنا السائب بن عثمان بن ملعون رضي الله عنه، وسيدنا سبرة بن فاتك رضي الله عنه، وسيدنا سراقة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا سراقة بن كعب رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن خولة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن قيسمة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن سهيل رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه،
وسيدنا سعد بن عبيد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عثمان رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا سعد مولى حاتم رضي الله عنه، وسيدنا سفيان بن نصر رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن سلمة رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن ثابت رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن سلامة رضي الله عنه، وسيدنا سليط بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن حان رضي الله عنه، وسيدنا سماك بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا سنان بن صيفي رضي الله عنه، وسيدنا سنان بن أبي سنان رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن عتيك رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا سهيل بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا سهيل بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا سواد بن رزين رضي الله عنه، وسيدنا سواد بن عزية رضي الله عنه، وسيدنا صويبة بن حرملة رضي الله عنه، وسيدنا شجاع بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا شريك بن أنس رضي الله عنه، وسيدنا شماس بن عثمان رضي الله عنه، وسيدنا صبيح مولى بن عاص رضي الله عنه، وسيدنا صفوان بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا صيفي بن سواد رضي الله عنه، وسيدنا صهيب بن سنان رضي الله عنه، وسيدنا ضحاك بن حارثة رضي الله عنه، وسيدنا ضحاك بن عبد عمرو رضي الله عنه، وسيدنا ضمرة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن مالك رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن نعمان رضي الله عنه، وسيدنا تليب بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن عكيد رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عقيل بن البكير رضي الله عنهم، وسيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن أمية رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن البكير رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن سلمة رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن مخلد رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن السكن رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن الصامت رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الجد رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الهمير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الربيع رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سراقة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سلمة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سهير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سهير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن شريك رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن طارق رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عبد مناف رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عرفة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن كعب رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن مخرمة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن مأون رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن نعمان رضي الله عنه، وسيدنا عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه، وسيدنا عبد ربه بن حق رضي الله عنه، وسيدنا عبدة بن الحسحاس رضي الله عنه، وسيدنا عبدة بن عامر رضي الله عنه، وسيدنا عيد بن معيس رضي الله عنه، وسيدنا عبيد بن أوس رضي الله عنه، وسيدنا عبيد بن طيهان رضي الله عنه، وسيدنا عبيد بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا عبيد بن أبي عبيد رضي الله عنه، وسيدنا عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا عتبان بن مالك رضي الله عنه، وسيدنا عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، وسيدنا عتبة بن عبد الله رضي الله عنه، وسيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن ملعون رضي الله عنه، وسيدنا عجلان بن نعمان رضي الله عنه، وسيدنا عدي بن أبي الزغباء رضي الله عنه، وسيدنا عصمة بن الحسين رضي الله عنه، وسيدنا عثيمة بن الأشجعي رضي الله عنه، وسيدنا عاتية بن النويرة رضي الله عنه، وسيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه، وسيدنا عقبة بن عثمان رضي الله عنه، وسيدنا عقبة بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا عقبة بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا عكاشة بن محسن رضي الله عنه، وسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه، وسيدنا عمارة بن حزم رضي الله عنه، وسيدنا عمارة بن زياد رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن إياس رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن سراقة رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن أبي سرح رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن طلق رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن معبد رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا عمير بن حرام رضي الله عنه، وسيدنا عمير بن الهمام رضي الله عنه، وسيدنا عمير بن عوف رضي
رضي الله عنه وسيدنا عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا عوف بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا عويم بن سعيدة رضي الله عنه وسيدنا عياد بن زهير رضي الله عنه وسيدنا غناء بن الخزرج رضي الله عنه وسيدنا الفاكه بن بشر رضي الله عنه وسيدنا فروة بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه وسيدنا قدامة بن مضعون رضي الله عنه وسيدنا قطبة بن عامر رضي الله عنه وسيدنا قيس بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا قيس بن محسن رضي الله عنه وسيدنا قيس بن مخلد رضي الله عنه وسيدنا كعب بن جماز رضي الله عنه وسيدنا كعب بن زيد رضي الله عنه وسيدنا لبثة بن قيس رضي الله عنه وسيدنا مالك بن أبي خولي رضي الله عنه وسيدنا مالك بن دخشم رضي الله عنه وسيدنا مالك بن ربيعة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن رفاعة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا مالك بن قدامة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن مسعود رضي الله عنه وسيدنا مالك بن نميلة رضي الله عنه وسيدنا بشر بن عبد المنذر رضي الله عنه وسيدنا المجذر بن زياد رضي الله عنه وسيدنا محرر بن عامر رضي الله عنه وسيدنا مهرز رضي الله عنه وسيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وسيدنا مدراج بن عمر رضي الله عنه وسيدنا مرصد بن أبي مرصد رضي الله عنه وسيدنا مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن أوس رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن خلدة رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن ربيعة رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن زيد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن سعد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن عبد سعد رضي الله عنه وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن السمت رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن معاذ رضي الله عنه وسيدنا معبد بن عباد رضي الله عنه وسيدنا معبد بن قيس رضي الله عنه وسيدنا معتب بن عبيد رضي الله عنه وسيدنا معتب بن عوف رضي الله عنه وسيدنا معتب بن قشير رضي الله عنه وسيدنا معقل بن المنذر رضي الله عنه وسيدنا معمر بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معان بن عدي رضي الله عنه وسيدنا معان بن يزيد رضي الله عنه وسيدنا معبد بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معبد بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا المقداد بن الاسود رضي الله عنه وسيدنا مرير بن وبرة رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن قدامة رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن محمد رضي الله عنه وسيدنا مهجع بن صالح رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن العرج رضي الله عنه وسيدنا نذر رضي الله عنه سيدنا النعمان بن سنان رضي الله عنه وسيدنا النعمان بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا النعمان بن عبد عمرو رضي الله عنه وسيدنا النعمان بن ابي خزمة رضي الله عنه وسيدنا النعمان بن عز رضي الله عنه وسيدنا النعمان بن مالك رضي الله عنه وسيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا نعيمان بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا نوفل بن عبد الله رضي الله عنه وسيدنا هانئ بن نيار رضي الله عنه وسيدنا هبيل بن مبرة رضي الله عنه وسيدنا هلال بن المعلى رضي الله عنه وسيدنا واقد بن عبد الله رضي الله عنه وسيدنا بدقة بن اياس رضي الله عنه وسيدنا وديعة بن عامر رضي الله عنه وسيدنا وهب بن سعد رضي الله عنه وسيدنا وهب بن ابي سرح رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن الخنس رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن خذام رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن رقيش رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن السكن رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن المنذر رضي الله عنه وسيدنا ابي ايوب الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا ابي العبد الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا ابي حبة النوسي رضي الله عنه وسيدنا ابي حنة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خزيمة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي داود الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سبرة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي سرية الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي لياح النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي طنحة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي عقير النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي مرصد المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود البدري الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي مرير النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي الهيثم النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر الخزرجي رضي الله عنه أن تجعلنا وتجعل آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أحبنا ومن أعاننا ومن أوصانا بالدعاء خاصة في هذا المجلس
ومن أوصانا بالدعاء عامه ومن حضروا في هذا المجلس الكريم خاصة في حماك الذي لا يرام وجوارك الذي لا يغفر ولا يضام وبقايتك الكافية التي لا تدرك وسترك الله في الذي لا يهتك وحسنك الشامخ المنيع ووديعتك المصونة التي لا تضيع وأن تضرب علينا وعلى من ذكرنا سرادقات حفظك وعنايتك وترضينا وإياهم بكنفك وكلاءتك ورعايتك وأن تحبس عنا وعنهم شر الأشرار وتحجبنا وإياهم بنور عظمتك من الظلمة والفجار وأن تعقد عنا وعنهم كل لسان ناطق بشر وأن تعقد عنا وعنهم كل لسان ناطق بشر وأن تعقد عنا وعنهم كل لسان ناطق بشر وترد عنا وعنهم كل سهم رام بضر وأن تعمي كل بصر إلينا وإليهم بالحسد رامخ وكل قلب لنا ولهم بالعداوة خافق وأنت قهر من يريد قهرنا وأنت قهر من يريد قهرنا وأنت قهر من يريد قهرنا قهرا يمنعه الراحة والقرار وتضيق عليه فصيح الأرض وواسع الأقطار وأن تخرج كل مؤذ لنا وأن تخرج كل مؤذ لنا عن دائرة الحلم واللطف والمهل وتغل أيدي أعدائنا وتربط على قلوبهم ولا تبلغهم فينا الأمل ولا تبلغهم فينا الأمل ولا تبلغهم فينا الأمل وأن تكفينا كل باغ وشامت وتكون لنا عوضا عن كل هالك وفائت وأن تعصمنا من شر الفتن والمحن وتنقي قلوبنا من الحسد والإحقاد والإهن وأن تذهب من السوء ما خلفنا وأمامنا وتبلغنا في الدارين أقصى مرامنا وأن تحفنا بألطافك الخفية وأن تحفنا بألطافك الخفية وأن تحفنا بألطافك الخفية في قواصر اللقضية ونوازل الأقدار وتصحبنا معيتك الخفية في سائر التقلبات واللتوار في ليلنا ونهارنا وضعننا وأسفارنا ونومنا وقرارنا وعلانيتنا وإسرارنا اللهم إنا نسألك بهم اللهم إنا نسألك بهؤلاء السادات المذكورين اللهم إنا نسألك بساداتنا المدنيين المذكورين أن تجود علينا وعلى من ذكرنا من الأقرباء والأحباء بعفوك الشامل لكل جانب عقوق وبرك المتناول وبرك المتناول كل بر وفاجر وبرك المتناول كل بر وفاجر ولا حق عليك لمخلوق وأن تغنينا عمن سواك وأن تغنينا عمن سواك وأن تغنينا عمن سواك وتمد عيشنا مدا وتمهد لنا في قلوب عبادك المؤمنين مدا وأن تقضي عنا الحقوق والدين وأن تقضي عنا الحقوق والدين وأن تقضي عنا الحقوق والدين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن تغفر لنا ذنوبنا وتطيب لنا كسبنا وتقيل عثراتنا وتتقبل أعمالنا وحسناتنا وتخرجنا من الظلمات إلى النور وتحول بيننا وبين المعاصي بأعظم جنة وأحسن سور وتجعل الإسلام منتهى رضائنا وتحيينا حياة طيبة معافين في ديننا ودنيانا
لا آنسين من فضلك ورحمتك ولا مقنطين من عفوك ورأفتك، وأن لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مبطلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا دمرته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا خلصته، ولا علما إلا أنفعته، ولا علما إلا أنفعته، ولا علما إلا أنفعته، ولا قلبا إلا طهرته، ولا قلبا إلا طهرته، ولا قلبا إلا طهرته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا مرادا إلا أصلحته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا خلصته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرت طرقها وأسبابها بأمداد ساداتنا الشهداء البدريين رضوان الله عليهم أجمعين في كل وقت وحين. رضي الله. الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن الشهداء. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله حبيب الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف أكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نفس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله. فكم من حمية حصلت، وكم من ذلة فصلت، وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وكم أغنيت ذا العسر، وكم أوليت ذا الفقر،
وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله حبيب الله. لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي، فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد، فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله حبيب الله. فلا تردد مع الخيبة، بل اجعلنا على الطيبة. أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وإن تردد فمن ناتي، وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي. أيا جالي البلبات بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله حبيب الله. إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي، وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر، وآل سعدة غر وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله يلا غنغل نيدوان كتنغل اللام نيغوان سرغتل اناي جروان بدرينغل اتنا ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ذكر صلاة نتيمل جيد خشوع ستيمل ستايا إيمان الذي
بدرين لأتنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كدم ويدي سندوشكوان كدم بنجل القنم جيوان خيرايا بادي النينوان بدرين لأتنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سندان سوباغيتنم സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദിരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈക്കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ദണ്ണം വബ വസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ദഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈന വനട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ദഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈന വനട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ദഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد لا رؤية نوري الله نمبر مجلس دعاء الله سيغلكم أراغتا مدرين ركبت قند الله എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ